آثار القصف على مدينة دير الزور. تم استهداف هذا الحي بالطيران الحربي الميج 21 لاحظ حجم الدمار والخراب الذي لحق بهذا الحي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. أين أنتم يا منظمات حقوق الإنسان؟ أين أنت يا أمم متحدة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. آثار القصف على حي الحميدية 29/9/2012 أبو علي شعيطي الحميدية.